السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للمستويات الخامس والسادس ابتدائي، المرحلة الثالثة، الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2020-2021، اليوم غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، مادة الرياضيات، اللي كيخص مادة الرياضيات. كنرحب بكل المتتبعين الجدد اللي عاد انضموا للقناه ديالي، كنتمنى انه يكون الفيديوهات كيعجبوهم والشرح كيعجبهم. اللي باقي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصلوا جميع الفيديوهات اللي كنقدم، واللي ديجا مشترك يزيد يتفاعل مع القناه ويبارطاجي الفيديوهات مع الاصدقاء والصديقات ديالو باش تكبر القناه ويتزادوا عدد المتتبعين والمستفيدين والمستفيدات ان شاء الله. اذا هذا الفيديو درته من اجلكم، مرحبا بكم. اذا كما قلت لكم في الاول، اليوم غادي نديرو فرض في ماده الرياضيات، الفرض الاول في الدوره الثانيه. هذا الفرض هذا غادي يكون شامل، فيه الانشطه ديال العد والحساب، الانشطه ديال القياس، والانشطه ديال الهندسه الى غير ذلك. وباش ما يكونش الفيديو طويل، غادي نحاول نقسمه لكم على ثلاثه. غادي ندير انشطه العد والحساب اليوم، وغادي ندير انشطه القياس في الفيديو المقبل، وانشطه الهندسه في فيديو اخر، صافي باش ما يكونش فيديوهات طويله وممله. اليوم غادي نديرو المجال الرئيسي رقم واحد، او المجال الرئيسي الاول، انشطه العد والحساب. صافي، انشطه العد والحساب فيها دي كاسيون اللي هما تري سامبل، صافي ساهلين بزاف. عندي السؤال الاول: ضع وانجز ما يلي على 6 ديال النقط. انا الفرض كنقطو على 40، ومن بعد عاد كنعطي النقطه على 10، صافي باش كيتفتح لي المجال نطرح بزاف ديال الاسئله. لا بروميير كيسيون، دونك ضع وانجز ما يلي. دونك ملي تسمعوا ضع وانجز، يعني خصني نوضع العمليه بشكل صحيح عاد ننجزها، صافي خصكم تركزوا. صافي، غادي نبداو بعمليه الجمع. عندي عمليه الجمع، عندي عمليه الطرح، عندي عمليه الضرب. نبداو عمليه الجمع، وكما كتلاحظوا عندي عمليه الجمع والطرح والضرب خاصه بالاعداد العشريه، لانه هو الدرس المهم في هذه الوحده. دونك غادي نبدا 279.640، أها، زائد نحط الفاصلة، أها، 91.332، ثم غادي ندير تساوي ونجاوب. صافي، 0 + 2 = 2، 4 + 3 = 7، 6 + 3 = 9. أنزل الفاصلة، صافي عندي الجمع، خصني ننزل الفاصلة. 9 + 1 = 10، أكتبه 0 وأحتفظ بواحد. 1 + 7 = 8، 8 + 9 = 17، أكتبه 7 وأحتفظ بواحد. 1 + 2 = 3، إذن الإجابة هي ماذا؟ هي 370.972. صافي، هذه هي الإجابة الصحيحة، هذه الجمع. شوفوا الآن الطرح: 153.75 ناقص 64.5، هنا نكمل بصفر باش يسهل عليا، يساوي 5 - 0 يساوي 5، 7 - 5 يساوي 2، أنزل الفاصلة. 3 - 4 لا يمكن، أضيف 10 أنزل 1، 13 - 4 = 9، 5 - 7 لا يمكن، أضيف 10 أنزل 1، 15 - 7 يساوي 8، وهنا 1 - 1 يساوي 0. إذا الإجابة الصحيحة هي 89.25. الآن غادي نمرو لعملية الضرب. صافي، عملية الضرب سهلة جدا، 8.27 ضرب 2 و 4. دونك في عملية الضرب ماشي مهم الوضع، صافي ماشي بالضرورة ندير الوحدات تحت الوحدات والعشرة تحت العشرات، ماشي بالضرورة، لأنه ما غيشكلش أدنى مشكل في الحساب. 2 في 7 = 14، اكتبوا 4 واحتفظوا بواحد. 2 في 2 = 4 + 1 = 5، 2 في 8 = 16، اكتبها كاملة أضع نقطة. 4 في 7 = 28، اكتبوا 8 واحتفظوا باثنان. 4 في 2 = 8 + 12، اكتبوا 10 اكتبوا 0 واحتفظوا بواحد. 4 في 8 = 32 + 1 = 33، وكندير عملية الجمع، كندير تساوي 4 + 0 = 4، 8 + 5 = 13، 1 + 6 = 7 + 0 = 7، هنا عندي 1 + 3 = 4، هنا عندي 3، نزلها. دابا باقي ما ساليتش، ولكن غادي نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة. عندي 2، إذن 1 = 2،
الإجابة الصحيحة هي 347.34. كل سهولة. ندوزو للنشاط رقم 2 أو للسؤال رقم 2. ضع الرمز المناسب مكان النقط، رمز الأكبر أو رمز الأصغر، 3 نقط عليه. دونك هنايا عندي المقارنة ديال الأعداد العشري، مقارنة عددين عشريين، صافي؟ مقارنة عددين عشريين كتكون بسهولة كنقارنو الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح. عاد كندوزو على الرقم الموجود بعد الفاصلة مباشرة، وهو الأعشار إلى الجزء المئة، جزء الألف إلى غير ذلك. هنا أول حاجة باش نقارنو هاد جوج ديال الأعداد غنشوفو الجزء الصحيح الجزء الصحيح. هنا عندي 2778، هنا عندي 2789. شكون الكبيرة؟ 2789، صافي. إذا الرمز غادي نديرو الرمز هذا، هاد العدد هذا أكبر من هاد العدد هذا. هنا عندي 92.80209، هنا عندي 92.774436. اللي كيهمني هو الجزء الصحيح، الجزء الصحيح عندي 92 وهنا 92، هادو متشاركين ولا متساويين. دابا غادي ندوزو للرقم الموجود مباشرة بعد الفاصلة اللي هو الأعشار. هنا عندي 8 هنا عندي 7، شكون الكبير؟ هو 8. إذا هذا العدد هو الكبير. ندوز للعدد الثالث 75.8432، هنا عندي 7594.40. شوف هنا الجزء الصحيح هنا عندي 75 والجزء الصحيح هنا 7594، إذا هذا هو الكبير، صافي. كيسيون 3، رتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا. اش غادي ندير؟ غادي نرتب هاد الأعداد هادو ترتيبا تزايدي، يعني من الأصغر إلى الأكبر، صافي، من الأصغر إلى الأكبر. يعني غنستعمل هاد الرمز هذا، صافي، هاد الصغير هنا والكبير هو اللي غادي نحصل عليه الليل، صافي. أصغر عدد، شوف هنا عندي 1.30، عندي 2.34، هنا عندي 2.10، هنا عندي 22.6، هنا عندي 2.78. قلنا كنقارنو الجزء الصحيح، عاد كندوزو للجزء العشري. الجزء الصحيح، الجزء الصحيح هنا عندي 1، هنا عندي 2، هنا عندي 2، هنا عندي 22، هنا عندي 2. يعني الجزء الصحيح اللي صغير هو 1.30، هذا هو العدد الصغير. اللي موراه هنا عندي 2، هنا عندي 2، هنا 2. نمروا للعدد أو الرقم الموالي، هنا 3، هنا واحد، هنا 7. إذا مول 1 هو اللي صغير، 2.10 كتجي من موراها 2.34. شكون اللي كيجي من موراها؟ 2.78. وكتجي أخيرا أكبر عدد اللي هو 22.6، صافي. وكنكون رتب ترتيب تزايدي، يعني ترتيب من الأصغر إلى الأكبر. سابيا غادي ندوز لكيسيون 4 مانتونو، كالكول، احسب. هنا عندي الأعداد الكسرية، صافي، أعداد كسرية. هنا عندي قسمة عددين كسريين، هنا طرح عددين كسريين. إذا شنو هي القاعدة ديال قسمة عددين كسريين؟ احتفظوا بالكسر الأول، هو 4 على 5 كنحتفظ به، وأضربه، يعني القسمة كتتحول إلى ضرب، لأنه يعني ميمكنش نديرو القسمة بحال هكا مقسوم مقسوم عليه والخارج، لا، ندير بهذه الطريقة هذه. العدد الأول كنحتفظ به، الكسر الأول، أضربه في مقلوب الكسر الثاني. الكسر الثاني هو 2 على 5، المقلوب ديالو هو 5 على 2، صافي. ومن بعد غادي نحصل على ماذا؟ غادي نحصل على ضرب عددين كسريين، والضرب ديال العددين كسريين هو ضرب او جداء البسط في البسط والمقام في المقام. يعني غادي نضرب 4 في 5 و5 في 2، اذا 4 في 5 وهنا 5 في 2. ويسهل عليا، 4 في 5 هي ماذا؟ هي 20، و5 في 2 هي 10، وهنا الى دات الاختزال غادي لي 2 على 1 اللي هي 2، صافي. غنكون حصلت على 2 في الجواب. دابا غادي ندوز للعمليه ديال الطرح، 7 على 8 ناقص 1 على 4. هنا عندي الطرح، ما يمكنليش ندير 7 ناقص 1 ونحطها هنا و8 ناقص 4 ونحطها هنا، لا، انا عندي الطرح، يعني خصني اولا ان اوحد المقام قبل انجاز العمليه، صافي. توحيد المقام كيفاش كيكون؟ اذا هنا عندي كنشوف في المقامات بجوج، هنا عندي 8 وهنا عندي 4، كنشوف بعدا واش كاينه علاقه ديال التضاعف ولا ما كايناش. الا كانت كاينه مزيان، ما كانتش كاينه كنديروا حاجه اخرى. هنا عندي 8 وهنا عندي 4، واش عندي علاقه ديال التضاعف؟ واش يمكن لي نضرب 4 في شي عدد ونحصل على 8؟ واش يمكن لي نقسم 8 على شي عدد ونحصل على 4؟ نعم، طريقه سهله، غادي نضرب 4 فين؟ في 2، صافي. نضرب 4 في 2، يعني البسط ديال هذا العدد هنايا في 2 باش نحصل على 8، وهنا 8 نقسمها على 2 باش نحصل على 4. إذا المقام 1 هو 8، هذا العدد هذا غنخليه هو هو، وغادي نبحث على المقام 1 هنا 8، كيفاش غندير؟ غندير 4 فين؟ في 2، كذلك 1 غادي نضربو في 2. إذا هنا غنحصل على 7 على 8، المقام 1 غيكون هو 8، صافي، غادي نحافظ عليه 8، وهنا غادي يكون 2، إذا 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 على 8 هي 5 على 8، والجواب الصحيح هو 5 على 8. ندوزو الآن للنشاط الأخير في أنشطة العد والحساب، ولكن هذا
راه ضمن المسائل وماشي نشاط ضمن أنشطة العدول الحساب، ولكن غادي نضيفه حتى هو. دونك حل المسائل: وضع السيد علي مبلغا ماليا قدره 40,000 درهم بسعر فائدة 4.5% لمدة سنة كاملة، ما هي الفائدة التي سيحصل عليها بعد سنتين؟ دابا السيد علي شنو دار؟ رأس ماله هو 40,000 درهم، كل 100 درهم غادي يعطيوه 4.5 درهم، كل 100 درهم هذه الفائدة السنوية، يعني الفائدة لكل 100 درهم. هنا مثلا درنا العملية الثلاثية، 40,000 درهم كتمثل لي 100%، ليس كذلك؟ والنسبة المئوية اللي عطاها نسبة الفائدة هي 4.5%. إذا ما هي الفائدة السنوية في كل سنة؟ شحال غادي يشد هاد السيد علي؟ شحال غادي يضيفوا له على داك المبلغ ديال 40,000 درهم؟ دونك اش غادي ندير؟ غادي نضرب هادي في هادي وغادي نقسم على هادي. ها ضرب هادي في هادي ونقسم على هادي ونحصل على هادي. هادي هي التناسبية. إذا 40,000 منين غنضربها؟ دونك 40,000 غادي نضربها في 4.5 تعطيني 180,000. 180,000 إلا قسمتها على 100 غتعطيني 1800، صافي 1800. إلا حسبتوها بكالكيلاتريس غادي تعطيكم 1800. هاد 1800 هو المبلغ اللي غادي يضيفو للسيد علي في كل عام، 1800 درهم. واش جاوبنا على السؤال؟ احنا باقي ما كملناش بالجواب على السؤال. لماذا؟ لانه السؤال هو هذا: ما الفائده التي سيحصل عليها بعد سنتين؟ هاي نديرو الفائده التي سيحصل عليها السيد علي خلال او بعد سنتين هي اش غادي ندير؟ هذا المبلغ هذا في كل سنه غادي ندير 1800 درهم، غادي نضربها في جوج غتعطيني 3600 درهم. اذا هاد 3600 درهم هو المبلغ داكوغ او الفائدة التي سيحصل عليها السيد علي بعد سنتين، صافي. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. اذا انا كما قلت لكم اضطريت انني باش ندير الفيديو غير ديال أنشطة العدو والحساب وحساب المسائل باش ما يكونش الفيديو طويل وممل. عاد غادي ندير معكم أنشطة القياس وكذلك أنشطة الهندسة. بقاو متفاعلين مع القناة ديالي، كندعو الناس اللي باقين ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلهم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.